بس قبل ما اروح لاخبار نادي الزمالك، شرفني وينورني عبر الهاتف الان الاستاذ احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك. يا فندم مشرف ومنور دايما، بسعد بتواجدك معايا. الله يخليك كابتن كريم، ده من ذوقك، ربنا يخليك. يا رب يخليك. موضوع الاول بس اطمن على دونجا، موضوع دونجا ده مقفول تماما، صعب يلحق السوبر؟ والله يا احمد يعني في محاولات من دكتور محمد اسامه يعني ان هو على الاقل يلحق المباراه الثانيه لو حصل، يعني ربنا كرمنا وصعدنا للدور النهائي. لكن حتى الان طبعا هو لسه قدامه وقت. ده ينطبق على مصطفى الزناري برضو ولا مصطفى الزناري ممكن يلحق؟ اعتقد برضو ما لسه قدامه وقت. عمر جابر؟ لا الحمد لله عمر سليم وان شاء الله ينضم يعني جاهز المباراة الأولى بإذن الله. عظيم. هل في تواصل مع فعلا محامي أتشيمبونجا عشان حل الأزمة القائمة في مستحقاته؟ يعني الزمالك في طريقه لحل الأزمة دي؟ لا هو يعني أصل هي الأزمة معروفة، مش محتاجة تواصل أو مش محتاجة مفاوضات. هو في رقم معين محدد، لو تم وقف القيد أو وصلنا حاجة رسمية بوقف القيد هنشوف الأولويات وقتها إيه. هل هنكون خلاص في محتاجين صفقات معينه فهنضطر رفع القيد، ولا هننتظر ليناير ونستفيد احسن في مستحقات اللعيبه او مكافاتهم او التزامات تانية متراكمه على نادي الزمالك؟ مش عايزين ننسى ان احنا عندنا 133,000 يورو شهريا لخالد بوطيب ما ينفعش يتاجله. فده برضه رقم مش قليل، حوالي 7 مليون جنيه كل شهر. فيعني لما تيجي او يوصل وقف القيد رسميا ساعتها الامور هتقيم من الاداره ونحدد يعني الخطوه اللي هتبقى بعدها ايه. عظيم. يعني بس انا حسيت من كلامك انه الاقرب انه الزمالك ممكن ياجل صفقاته لينير عشان يخلص بس المشاكل دي الاول، المشاكل الماليه اللي عنده او المؤجلات الماليه. لا ما فيش حاجه اقرب والله. هو في يعني وقت لسه قدامنا حوالي اسبوع تقريبا لغلق القيد، في الاسبوع ده هيتبين يعني الرؤيه اكتر يعني. طيب في سؤال منطقي وطبيعي جدا كل جماهير نادي الزمالك تساله، هو ليه الكابتن حسين السيد مش موجود في لجنه الكوره؟ بص هو السؤال طبيعي لكن هو اجابته برضه طبيعيه جدا. هو اللي يعني اللي يمكن يخفي على الناس ان لجنه الكوره اللي مكونه من 6 افراد على راسهم كابتن حسين لبيب مختصه بالفريق الاول فقط والاكاديميات اللي هي اللي هتبقى موجوده سواء بقى خارج او داخل مصر. الاكاديميات الكبيره للاعمار الكبيره. كابتن حسين السيد لوحده متولي ملف الناشئين بالكامل. من اول مدرسه الكوره والاكاديميات مرورا بكل المراحل السنيه لجميع فرق الناشئين، كل فريق من دول ليه جهاز كامل اداري وفني وقائمه لعيبه، وفي فرق الف وب، ويعني الشيله تقيله قوي قوي اللي متوليها كابتن حسين السيد لوحده. فالامور مش شرط ان يبقى كله موجود في لجنه الكوره، لكن هي تقسيم اختصاصات. في عضو كروي اللي هو كابتن احمد سليمان المشرف العام على الفريق الاول او فريق الكوره. في نفس الوقت كابتن حسين السيد بيتولى مسؤوليه كبيره جدا في قطاع الناشئين وربنا يعينه عليها، وهو قايم بدوره كبير جدا في عمليه هيكله قطاع الناشئين، ومع كابتن بدر حامد، وفي محاضرات دلوقتي لخبراء اجانب بتتعمل، وفي متابعه دقيقه جدا لكل وادق التفاصيل في فرق الناشئين نادي الزمالك. فيعني هي زي ما قلنا قبل كده كل واحد بيتولى ملف معين وربنا يعينه عليه.